أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما
في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم.